تعرفين شنو أصعب أنواع التعلق؟ شو؟ هو التعلق بالروح. بالروح؟ إيه؟ لأن التعلق بالروح صعب جداً. شو يعني التعلق بالروح أصلاً؟ لأن حبك حق روح شخص كفيل إنه يلازمك طول العمر، مو نفس حبك حق الشكل اللي ممكن يتلاشى مع وجود شخص أجمل منه، أو حتى حب التعود اللي ممكن مع الوقت الشخص يمل منه. حبك حق روح أحد جداً صعب، لأن الروح دائماً وحدة ما لها مثيل.